هذه المستشفيات طبعا تعتمد على وجود رابط إلكتروني بين مستشفى افتراضي يحتوي على الشاشات اللازمة والتقنيات الإلكترونية اللازمة حتى يقوم بالتواصل مع غيره من المستشفيات، وتقوم بعدة مهام، منها على سبيل المثال التعامل مع الشكاوى الصحية للمواطنين وتحديد ما إذا كانوا بحاجة أن يذهبوا إلى مستشفى أو مركز صحي، فهي كخط دفاع أولي. وأيضا من خلال هذه المستشفيات ممكن التعامل مع أمراض محددة أو خدمات صحية محددة كخدمات الأشعة التشخيصية أو خدمات العناية الحثيثة أو غسيل الكلى، بحيث يستطيع الطبيب أو الأطباء المشرفين والمختصين في هذه المجالات من الحديث أو الحديث مع زملائهم في المستشفيات الأخرى